مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. سبق وحكينا بفيديو سابق عن علامات بوجه الرجل بتدل إنه يشتهيك فقط ولا يحبك، وطلبوا مني شباب كتير إنه بالمقابل أعمل فيديو عن النساء شو هي العلامات اللي بوجهن اللي ممكن تدل إنه تشتهي فقط ولا تحبه حب روحاني أو حب عاطفي. واتهموني بالتمييز العنصري انه انا دايما بعمل فيديوز للنساء ما بعمل فيديوز للرجال، فهيدا الفيديوز مخصص للرجال ليقدروا يستدلوا على العلامات من خلال لغة الجسد اكيد مثل ما عودكم. صراحة هو ما في فرق كتير بالبادي لانجويج من بين المرأة والرجل، مع اختلاف بسيط ببعض الأمور. هلأ بسياق الفيديو راح تتابعوا وراح تعرفوا شو هي هالفوارق البسيطة، ولكن بنسبة 90% الأمور ستكون متشابهة نوعا ما بين الرجل والمرأة. هلأ كمان بدي شير لشغلة، إنه صحيح نحن دايماً منبين أو منظهر المرأة إنه هي الطرف الضحية، مع العلم إنه هناك نسبة من النساء أيضاً، وحكينا بسبق كمان بغير فيديوز عن شخصية المرأة الحورية اللي بتلعب على نقاط الرجل أو على نقاط ضعف الرجل وتستغله. فإذاً مش كل النساء مظلومين، هناك الكثير من النساء يعني بيمارسوا نوع من الاستغلال أو من الظلم بحق الرجل أو بيستغلوا نوعا ما. إذن ما هي هذه العلامات؟ أول علامة هي النظرات أي العيون. بتلاحظ إنه المرأة اللي بتحبك بتطلع مباشرة بعيونك وبيكون في نوع من البريق بعيونها، وبتلاحظ أيضا اتساع بب العين أو حدقة العين. بينما المرأة اللي فقط تشتهيك وتريد استغلالك لإشباع أمورها الجنسية ما بهمها تتطلع بعيونك، بل هي بتتطلع بجسدك فقط، يعني بتشوف إذا التكوين الجسدي اللي إلك يتناسب مع الفانتازم الجنسي اللي بتكون هي ناسجته بمخيلتها نحو الرجل الذي تريد أن تمارس معه العلاقة الجنسية. فإذا تتطلع بالجسد وبمختلف أنحاء الجسد، عند الرجل قلنا ممكن يتطلع بالصدر أو بالمؤخرة، المرأة وفي أماكن معينة يعني تتطلع، ولكن تتفحص الجسد بشكل عام حسب ما يتناسب مع الفانتازم الجنسي اللي هي بتكون رسمته يعني مسبقا بمخيلتها. العلامة الثانية هي بتلاحظ لما تتغزل بالمرأة اللي بتحبك ترتبك، يعني بيصيروا يرمشوا عيونها أو بتصير بيحمروا خدودها، يعني بيظهر عليها نوع من الخجل والارتباك. بينما المرأة اللي ما بتحبك وفقط تريدك لأمور جنسية فهي ما بتتأثر إذا حكيتها بالغزل أو إذا حكيتها كلام عاطفي، ما بتتأثر فيه أبدا، وبتلاحظ إنه لم يظهر التأثر أو الخجل على عيونها أو على وجهها بشكل عام. النقطة الثالثة، المرأة اللي بتحبك تلاحظ تبتسم حين تنظر إليك، يعني بيكون في ابتسامة خفيفة ولو لجزء من الثانية ترتسم على وجهها لما تكون أنت عم تحكي، وبتصغي لإلك يعني مثل ما بيقولوا باهتمام. بينما المرأة التي تشتهيك فقط فلا تبتسم حين تنظر إليك، وما بهم أصلا حديثك لا تصغي إليك، وما بهم تسألك عن تفاصيل حياتك الشخصية ولا عن الأمور اللي بتحبها والأمور اللي بتزعجك، ما بهم هالموضوع أبدا، لأن هي أخدتك بس لمصلحة جنسية فقط لا غير. النقطة الرابعة، المرأة اللي بتحبك منلاحظ إنها بتمرر إيدها على شعرها ولو هيك لمرة أو مرتين، يعني بشكل بسيط، مش إنه كل الوقت حاطة إيدها على شعرها. هيدا الشيء بدل إنه هي بتحبك. بينما إذا حطت إيدها على شفتيها بهيدي الطريقة أو على رقبتها فهيدا دليل إنه هي تأخذك لمصلحة جنسية وليس لديها أي مشاعر عاطفية تجاهك.
النقطة الخامسة والأخيرة، المرأة اللي بتحبك ترتفع قليلا الحاجب عن العين، أو حاجبيها بيرتفعوا شوي ولو يعني قليلا، مش عم نقول كتير عن العين، وهذا الشيء بتقدر تلاحظه أنت. بينما المرأة اللي ما بتعني لها من الناحية العاطفية منلاحظ حواجبها بيحافظوا على زاوية مستقيمة. طبعا كمان بدنا نشير لملاحظة، هون حكينا عن هالخمس علامات، ولكن لازم تفرق أو تميز قديه عم تتكرر هالعلامة. مثل ما سبق وقلنا، يعني إذا مرة عملت الحركة أو عملتها بشكل بسيط وامتزجوا الحركتين مع بعض، يعني أوقات لاحظت في عندها ابتسامة، أوقات ما لاحظت في عندها ابتسامة، فهذا دليل ممكن أن تكون تحبك وبنفس الوقت عندها رغبة تجاهها. ولكن هون نحن عم نحكي أي كمية عم تغلب، يعني إذا الحركات الأولى زادت اللي هني وصفناهم اللي بيدلوا عن حب المرأة، زادوا عن الحركات التانيين اللي بيدلوا على الرغبة فقط الجنسية عند المرأة، فهيدا دليل هي إنها بتحبك. فإذا هون تكرار العلامات، يعني أي علامة عم بتحسها عم تتكرر أكتر، وشو الحركات اللي عم يغلبوا بالمقابل الحركات التانية. طبعا لتحليل الصورة الشخصية أو لحجز الاستشارات الخاصة تقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق. إذا بعدكم ما اشتركتوا بالقناة ما تنسوا إنكم تشتركوا، تضغطوا على الجرس. أنا بشوفكم بفيديو تاني.